الكرة ألكسندر سونغ يوصل عليه من مباشرة لميسي، ميسي انطلق نيمار، ميسي واصل ديما عنده الكرة، ميسي 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 من هناك عنده الملعب بيدرو، هدف جول جول ميسي، يمنح كرة على ميسي حتى على الطبق مباشرة لبيدرو، خرج من هناك على الجهة اليسرى مسجلا الهدف الأول في المباراة للبارسا باليسرى، لا يضيع بيدرو في مثل هذه الحالات. برشلونة تفك العقدة وتفتح مجال التسجيل في مدريد أمام رايو فايكانو، هدف مقابل صفر لرفقاء ميسي الهداف وبيدرو في أول أهدافه هذا الموسم مع فريق برشلونة. ويضغطون على عناصر فريق برشلونة، شوف الكرة وغرابتها في وقت كان بإمكان البارسا أنه يقتل المباراة ويسجل هدف ثاني من بيدرو. ها هو الهي الأمور تتغير وضربة جزاء فالديس واللاعب طرح كرة يصدها فالديس، صد الرايع فالديس، فيكتور فالديس يصد ضربة الجزاء. ماذا يقول فالديس هنا؟ لمن يتكلم؟ إلى الإعلام فالديس لا أدري إن كان يشير إلى هذا أم ماذا، هو يريد أن يبرهن بأنه لم ينتهي ولا يزال بإمكانه أن يحرس أرينا البارسا، ولا يزال بإمكانه. الجهة اليسرى نيغويس سول ورأس الحربة ألبرتو بوينو، كرة أخرى بيدرو جول جول، هدف ثاني من بيدرو في الدقيقة الثانية بعد التمريرة الرائعة على طبق من فابريغاس، هدفا لصفر للبارسا مع بداية هذا الشوط الثاني، هدف سيقتل سيقضي عليهم معنويا. شوف الإعادة مرة ثانية، فابريغاس حتى على طبق، طبعا قلت لكم في الشوط الأول اعتماد البارسا على الهجمات المعاكسة السريعة جدا، شفتوا من لمستين أو ثلاثة في الشوط الأول تمكن بيدرو من التسجيل من لمسة. ترجع لنيمار، نيمار يخرج من المراقبة أمام الأول ثم الثاني، لعبة ثنائية ممتازة، رجعت نيمار توغل والثالث جول، فعلها نيمار، فعلها القصير والصغير بثنائية وتوغل، يتمكن من إضافة الثالث. شوف الإعادة مرة ثانية، جيسك فابريغاس يرجع لنيمار يحطها على طبق لبيدرو رودريغيز، والهدف الثالث لبرشلونة بنفس الكيفية التي سجل بها الهدف الثاني. 3-0 من دون كلام للبارسا أمام فاليكا، أرضية اللي قدرت أنها تخرج في 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 من مآزق وفي ظروف سبحت لها بتسجيل 3 أهداف. كرة أخرى مرة أخرى فابريغاس الرابع، نعم جول جول من جيسك فابريغاس الرابع لفريق برشلونة، يؤكد السيطرة المطلقة للبارسا. شوف الضغط في منطقة الرايو أمام 4 لاعبين، تمكن من الحصول على الكرة سمحت له بتسجيل الهدف الرابع في وقت سيدخل كريستيان تيو بعد لحظات دون شك.